السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد عبد الله الفاضل، رئيس جمعية الصحراء المغربية للدعم ومساندة أسود الأطلس. احنا جمعية اللي كنا شاركنا في المونديال في العرسين الإفريقيين الأخيرين اللي كانوا في القاهرة في مصر، وطبعا مشاو بعض الأعضاء ومثيل الجمعية حضروا في المونديال الأخير بقطر. وها نحن اليوم نتواجد بسان بيدرو بكوت ديفوار. مرنا خرجنا في رحلة خرجنا منها المدينة العيون الخميس الماضي، وصلنا إلى سان بيدرو أمس الأربعاء تقريبا قبل اللقاء ب4 أو 5 ساعات. وصراحة كلما مررنا بدولة أو مدينة إفريقية إلا وزدنا افتخارا وامتنانا بالتنمية الحقيقية التي يقودها عاهد البلاد محمد السادس نصر الله وأيده، وكذلك افتخارا بسلطاتنا وعلى رأسها السيد المحترم والي مدينة العيون عبد السلام بكرات، وبمنتخبينا وبسلطاتنا. وصراحة نحن هنا جئنا كذلك نحمل لافتات كنا قد رفعناها بالملعب أمس في لقاء المنتخب الوطني الذي انتصر فيه ب1-0. بالمناسبة نتمنى له حظا سعيد، نرحب فيها في اللافتات التي رفعنا بالأشقاء الأفارقة بالعرس الإفريقي الذي سيقام في المغرب 2025، وكذلك بالعالم في المونديال المشترك ما بين المملكة المغربية وإسبانيا والبرتغال. وجئت رفقة الأخوين الصحفي اليوسفي والأستاذ مصطفى السيكي، ونحن الآن نتواجد في سان بيدرو لدعم ومؤازرة منتخب الوطني. والسلام عليكم وشكرا.